ومن فوائد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها سبب لاستجابة دعائك. إي والله، اسمع، كان صحابي يدعو في صلاته فسمعه الحبيب يدعو ولم يصلي عليه فقال عجل، أي أن هذا استعجل، أما صلى علي؟ أما حمد الله وأثنى على الله؟ فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فافتتح دعاءك بالصلاة بالحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله، والدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم.